بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم النهارده قسم التشريح كليه الطب جامعه طنطا. هنشرح النهارده باذن الله الليرنكس. اول حاجه هنتكلم عنها في الليرنكس هو السكيلتون اوف ذا لارينكس. طبعا زي ما احنا عارفين الليرنكس ده مسؤول عن الريسبيريشن ومسؤول كمان عن الفونيشن. بيشتغل از ا فالف فور ذا لوور ريسبيراتوري تراكت وكمان مسؤول عن الفونيشن. اول حاجه لازم نعرف الفريم ورك اوف ذا لارينكس، وهو معمول بمجموعه من الكورتليجز والليجمنتس. نبدا اول حاجه بكلامنا عن الكورتليجز. اول حاجه عندنا اول كورتليج عندنا الثايرويد كورتليج، وبيقول ان الثايرويد كورتليج ده عباره عن تو لامينا رايت اند ليفت لامينا، وفي طبعا بينهم في النص في عندنا اللي احنا بنسميها الثايرويد انجل، واللي بتبقى بروميننت مور في الميل ونسميها ادمز ابل. طبعا له superior thyroid horn و inferior thyroid horn، ومن وراء هو open مش closed، فهو two lamina united عند الانجل في الانتيريور اسبكت بس. طيب نيجي تاني كارتليج عندنا وهو الكريكويد كارتليج. على الموديل ده واضح، يبقى ده كده زي ما قلنا الثايرويد اهو، وده كده تاني كارتليج عندنا وهو اسمه الكريكويد كارتليج. الكريكويد كارتليج ده عباره عن سيجنت رينج كارتليج، يعني شبه الخاتم، لو انتيريور ارش، بنقول نارو انتيريور ارش، وبرود بوستيريور لامينا، برود بوستيريور لامينا. تمام، ده بالنسبه للايه للكريكويد كارتليج، وهو ارتكيوليتنج مع الثايرويد كارتليج، وكمان بيكونكت باللو بالتراكيا رينجز تحت بيه عن طريق الايه كيركو تراكيا ليجمنت او ليجمنت بتكونكت ات بالتراكيا. طبعا السوبيريور ريليشن للثايرويد كارتلج عظمه اسمها الهايويد بون، وما بينهم في ليجمنت اسمها الثايرو هايويد ليجمنت، ثايرو هايويد ميمبرين او ثايرو هايويد ليجمنت. ده بالنسبه للايه كارتلجينوس فريم ورك. بنقول برضو ان انا عندي other cartilages related او مهمة جدا في framework of the larynx، ان انا عندي فوق الكريكويد cartilage ده كده posterior lamina، فوق الكريكويد cartilage في other cartilage بنسميه الاريتينويد، وده بنسميه pyramidal in shape، شكله زي البيراميد او الهرم، low base ولو apex. خلاص كده، ومفروض ان اللي انا شايفاه ده هو الماسكولار بروسس بتاعه، واللي جوه او اللي هو لو فتحنا كده سجدة ليه هنلاقي ايه هنا. طبعا ده شكل اوضح اهو للاريتينويد كارتلج، ده كده بايراميدال انشيب زي ما احنا شايفين، لو ايبكس ولو بيز ولو هنا ماسكولار بروسيس مسك فيه مجموعه من العضلات، ولو اذر بروسيس باسس انتيريوري، وده بنسميه الفوكال بروسيس اوف ذا لارينكس اوف ذا اريتينويد كارتلج. يبقى عندنا زي ما قلنا لو بيز لو ايبكس لو muscular process ولو vocal process. طيب بالنسبة للسيرفيسز بتاعت الاريتينويد برضو عشان نبقى يعني موضحين برضو الحتة دي، هو له سيرفيس كده زي ما احنا شايفين lateral او بنسميه anterolateral، وبيبقى فيه زي ريدج عالي كده وتو ديبريشن فوق وتحت، بيمسك فيها مجموعة من العضلات والمسلز، وله ميديال اسبكت بيبقوا باصين لبعض، بيكونوا باصين لبعض. طيب بالنسبة بقى للايبكس بتاعته عليها other cartilage بنسميه كيونيفورم كارتلج، وفوقيه واحد تاني بنسميه كورنيكيوليت. يبقى احنا لو عايزين نلخص كده الكارتلجز بتاعت اللارينكس، احنا ممكن نقول ان هما ثلاثه سنجل وثلاثه بيرد. الثلاثه السنجل اللي عندنا هما الثايرويد كارتلج بالتو لامينا بتوعه، الكريكويد اللي شبه الخاتم او سيجنت رينج، واخر واحد عندنا اللي احنا بنسميه لسان المزمار او المسؤول عن اغلاق اللارينكس اثناء البلع عشان ما يدخلش الاكل في تيوب الهواء، اللي هو بنسميه الايبيجلوتس او لسان المزمار، ده هنتكلم عنه دلوقتي. طيب اما البيرد كارتلجز بقى عندنا اثنين اريتينويدز، دول ارتكيوليتنج مع السوبيريور اسبكت اوف كريكويد كارتلج، وعندنا كمان الكورنيكيوليت كارتلجز والكيوني فورم بيكونوا انتيريور ليهم او قدام التو كورنيكيوليت كارتلجز. دي بالنسبه للكارتلج بتاعت الايه اللارينكس. نيجي نتكلم سريعا عن الايبيجلوتس. احنا بنقول الايبيجلوتس ده هو ليف لايك كارتلج، بيكونكت او بيبقى ممسوك في مكانه عن طريق ليجمنت هنا كده اسمها الثايرو ايبيجلوتيك ليجمنت، وكمان بيبعت او بيتصل بالاسبير اسبكت بي للسبير اسبكت او الايبكس بتاعت الاريتينويد كارتلج عن طريق حاجه اسمها اري ايبيجلوتيك فولد. ممكن نشوفه هنا اوضح،
يعني لو جينا بصينا هنا ده كده ليف لايك كارتليج اهو اللي هنسميه الايه الايبي جلوتس، وهنا هو ده كده اهو الكريكويد، وده الاريتينويد الايبكس بتاعت الاريتينويد او الجزء اللي فوق بتاع الاريتينويد بيبعت فري بوردر بتاع او الجزء اللاترال بتاع الايبي جلوت الايبي جلوتس ده بنسميه اري ايبي جلوتيك فولد، يعني من الاريتينويد للايبي جلوتس اري ايبي جلوتيك فولد. اما اللور بارت بتاعه بيكون فري برضو وبيتصل برضو بالاريتينويد بنسميه الايه فيستيبولار فولد. الفيستيبولار فولد وده ممكن نشوفه هنا على السكشن ده هنا برضو اهو زي ما احنا قلنا ده كده الايبي جلوتس ساجيتال سكشن. فيه لو قلنا ان انا عندي ده كده الثايرويد كارتليج، ده كده الكريكويد كارتليج، وده البوستيرور لامينا برود الانتيرور ارش نارو، يبقى الجزء العالي اللي فوق ده مكان الايه الاريتينويد، فالجزء اللي اعتبرنا ده كده السوبير اسبيك او الجزء ده كده الايبي جلوتس الفولد ده بنسميه الاري بجلوتك فولد. اما الجزء اللور بتاعه بيعمل ليجمنت او بيعمل فولد اللي احنا بنسميه الفولس فوكال فولد او الفيستيبولار فولد. تمام ده بالنسبه لي سريعا كده كلام عن الايه عن الايبيجلوتس. تمام طيب لو جينا اتكلمنا برضو عن الكافيتي اوف ذا لارينكس. الكافيتي اوف ذا لارينكس احنا بنقسم الكافيتي اوف ذا لارينكس بالتو فوكال فولدز بتوعنا الى ثلاث مناطق. ثلاث مناطق انا عندي ده الفولس فوكال فولد اللي احنا بنسميه الفيستيبولار فولد، اما ده الترو فوكال فولد او الفوكال فولد. خلاص كده ما بقى الجزء السوبيريور ليهم الجزء السوبيريور بنسميه الفيستيبيول اوف ذا لارينكس، اما الجزء ده بنسميه الميدل بارت وده بنسميه الايه الانفرا جلوتيك بارت الانفرا جلوتيك بارت. تمام كده طيب احنا بنقول برضو ان انا عندي الجزء الميدل اوف ذا لارينكس ده بيبقى فيه الفولدز بتكون او الميوكوزا الفولدز لاترالي بيكون اسمها الفنتريكلز، اما انترو في النص بالظبط كده انترو سوبيريوري بتطلع لفوق الميوكوزا الفولد بتطلع لفوق بنسميها السكيول اوف ذا لارينكس السكيول اوف ذا لارينكس. يبقى حاجه مهمه جدا لازم نعرفها ان انا عندي الكافيتي اوف ذا لارينكس بيتقسم الى ثلاث مناطق الفيستيبيول ثم الميدل بارت واخر حاجه الانفرا جلوتيك بارت. الجزء ده من اللارينكس جوه الفيستيبيول بنسميه كوادرانجولار ميمبرين، الحته دي كده اسمها كوادرانجولار ميمبرين، اما ده الايبي جلوتس نفسه، اما ده كده الاري اري ايبي جلوتيك فولد اري ايبي جلوتيك فولد. طيب تمام يبقى تلخيصا كده سريعا لعضلات برضو اللارينكس الموجوده عندي. انا عندي هنا من بره كده او اكسترنسيك ماسلز اللي باينه عندي هنا ما بين الثايرويد كارتليج والكريكويد كارتليج بسميها الايه كيريكو ثايرويد كيريكو ثايرويد ما بين الكريكويد والثايرويد، ودي انا الايه العضله الوحيده اللي مش سبلايد بالريكورنت لارينجيال نيرف لان اول ماسلز اوف ذا لارينكس سبلايد باي ريكورنت لارينجيال اكسبت الكيريكو ثايرويد اللي سبلايد بالسوبيريور لارينجيال نيرف اللي هو برانش من الايه الفيجاس. تاني حاجه عندنا اما بوستيريوري لو جينا بصينا على البوستير اسبكت بتاع اللارينكس هنبص هنلاقي هنا عندنا طبعا زي ما اتفقنا ده كيريكويد كارتليج العضله الموجوده هنا دي بنسميها بوستيريور كيريكو ثايرويد بوستيريور كيريكو ثايرويد. اما طبعا بدل ما طلعت فوق كده يبقى انا عندي الاريتينويد في عضله ترانسفيرز بسميها ترانسفيرز اريتينويد، والكروسنج دي اللي عامله كروس دي بسميها اوبليك اريتينويد. يبقى انا عندي ترانسفيرز اريتينويد اوبليك اريتينويد بوستيريور كيريكو معلش انا قلت كيريكو ثايرويد هي بوستيريور كيريكو اريتينويد بوستيريور كيريكو اريتينويد بوستيريور كيريكو اريتينويد. تمام كده ده بالنسبه للعضلات الموجوده عندنا.